مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نرجعوا فيها للحديث حول آخر التطورات بخصوص القضية ديال تهامي بناني والخطة الشيطانية التي تنهجها العصابة في هذه الأثناء. ملي كنتكلموا الإخوة الكرام حول ملف تهامي بناني فاحنا كنتكلموا على واحد من أكبر الملفات اللي عرفت تلاعبات كثيرة، وملي كنتكلموا حول 15 سنة من البحث اللي ما خرجت بوالو واللي الحقيقة لا زالت مجهولة إلى حدود هذه الساعة، واللي الغرض كان هاد 15 سنة كاملة هو استنزاف طاقة ديال السيدة حياة العالمي اللي حنا كنعرفوا جيدا اشنو وقع لها خلال هاد 15 سنة، واللي هي قامت بالخدمة والبحث اللي خاص الجهات المعنية انها تقوم به وما قامتش به على الوجه المطلوب، وما كانش احترام ديال مجموعة من المساطر القانونية اللي خلاها في اخر المطاف انها تعرضت لإهانة من طرف مجموعة من الموظفين اللي كانت كتمشي وكتناشدهم باش هكذا يساعدوها في المسألة ديال البحث حول الحقيقة ديال ماذا وقع للتهامي بناني. الان الاخوة الكرام واللي خصنا نعرفوا علاش كنقولوا هاد الكلام، هي 15 سنة سالات وتبين بان جميع الخطط ديال العصابة اللي كتهدف لاستنزاف الطاقة ديال السيدة حياة العالمي ما زال السيدة واقفة على رجليها وكتبحث حول الحقيقة ديال ماذا وقع الابن ديالها. وحنا كنعرفوا خلال 15 سنة كانت مجموعة من الأشياء غائبة، أهمها الإعلام اللي ما كانش حاضر في القضية، وكانت السيدة حياة العالمي كتألم وكتعاني لوحدها في القضية. فهنا العصابة في تلك الأثناء غادي يكون من السهل على أن تقوم بالعملية ديال التضليل واستنزاف الطاقة ديال السيدة حياة العالمي اللي غادي يخليها تستسلم في الأخير، وغادي يوجدوا لها مجموعة من الأشخاص اللي غادي يبقاو يوجهوا لها مجموعة من الإشاعات. ها ولدك كاين هنا، ها ولدك حقا راه تقتل، وفي كل مرة غادي يبقاو يعطيوها أخبار اللي هي متفرقة ومتضاربة باش السيدة تحماق بهذا المعنى وتستسلم في آخر المطاف وتفوض الأمر ديالها لله وما تبقاش تبع المساطر القانونية. لأن الإخوة الكرام كاين واحد التحول كبير من بعد 15 سنة، وهو حينما دخل الإعلام والجمهور المغربي ومجموعة من اليوتيوبر اللي اتضمنوا مع السيدة حياة العالمي، فالسيدة حياة العالمي ما بقاتش بوحدة في حرب مع هذه العصابة اللي ربما عندها واحد دور كبير في إخفاء الحقيقة ديال ماذا وقع لتهامي بناني. هذه العصابة ولت في مواجهة يوتيوبر وجمهور مغربي كبير اللي ولا كيتبنى هذه القضية وكيعتبر بأن تهامي بناني هو واحد من الأبناء ديالو، فهنا غادي تولي المهمة مضاعفة عند العصابة، وغادي يولي في حين أنها خاصة تستنزف الطاقة ديال السيدة حياة العالمي وتقوم بالتضليل ديالها لوحدها، غادي يولي خاصة تقوم بتضليل الجمهور المغربي واستنزاف الطاقة ديال المشاهد المغربي أيضا، اللي غادي تعطاه مجموعة من الأخبار المتضاربة والمتفرقة، واللي غادي يولي في آخر المطاف ما كيتيق بوالو، واللي غادي يستسلم أيضا وما غاديش يبقى متبع هاد القضية. وهنا الإخوة الكرام علاش كنقولوا هاد الكلام، لأن هذه غادي تكون عبارة عن حلقة خاصة اللي غادي يفهموها فقط أصحاب العقول الكبيرة واللي عندها قدرة أنها تقوم بتفكيك الألغاز وطريقة اللي كتخدم بها العصابات. فهنا الإخوة الكرام غادي ننتقلوا للمرحلة الثانية حينما دخل الإعلام والجمهور المغربي على الخط كيفاش تفاعلت العصابة مع هذه الأحداث وهالتطورات في القضية، لأننا قلنا قبل بأن السيدة حياة العالمي مني كانت بوحدة كانوا محمقين فقط عبر الهاتف مجموعة من الأخبار المتضاربة والمتفرقة، ولكن السؤال اللي كيتطرح مني غادي يدخل الجمهور المغربي على الخط والمشاهد المغربي واللي غادي يولي كيتضامن بقوة مع السيدة حياة العالمي ويطالب بالحقيقة في هذا الملف، أنا كيفاش غادي تفكر العصابة أنها تقوم بنفس النهج اللي نجاته مع السيدة حياة العالمي اللي فيه التضليل واللي فيه استنزاف الطاقة ديال المتتبعة المغربي؟ هنا حينما نتكلم عن المستهدف فهو الجمهور اللي كيتابع هذه القضية، وباش أن العصابة تستهدف الجمهور ضروري خصهم يلعبوا اللعبة بالمقلوب ويجيبوا لك أوجه على أساس أنها تتضامن وتبحث في القضية ديال تهامي بناني من أجل الوصول للحقيقة. وهذه الأوجه الإخوة الكرام هي اللي غادي تبقى كتسرب مجموعة من الأخبار المتضاربة والمتفرقة والأخبار المضللة اللي غادي يكون الهدف منها أول شيء هو ربح الوقت، ثانيا تضليل الشعب المغربي عن الحقيقة وعن المسار الحقيقي اللي خاص الأبحاث أنها تمشي فيه. ودابا الإخوة الكرام غادي نتكلموا على العصابة كيفاش قامت بتطبيق هذا على أرض الواقع باش تفهموا معي أكثر عن ماذا أتكلم. منين دخل الإعلام على الخط سمعنا مجموعة من الأخبار اللي كتقول بأن تهامي بناني شفناه في هذه البلاصة، كاين اللي قال لك بأنهم شافوا في إسبانيا وداروا مجموعة من الفيديوهات اللي كيقولوا بأننا شفناه بعينينا راه كاين في إسبانيا. شوية داز واحد شوية ديال الوقت قال لك راه شفناه في أكادير، شوية في الخميسات، شوية بينوا لنا واحد السيد اللي هو مختل عقليا وجايبينه، والشعب المغربي يطالب من الشرطة أنها تمشي وتأكد واش هذا هو تهامي بناني، واللي غادي تبين في آخر المطاف أنه ماشي هو. شوية غادي يمر الوقت الإخوة الكرام وغادي تبين واحد الشخص بمدينة مارة واللي أيضا هو مختل عقليا واللي كيقول لك بأنه هو تهامي بناني. هنا عاوتاني مرة أخرى الجمهور المغربي غادي ينوض ويبدأ يطالب السلطات أنها تمشي وتشوف واش هذا هو تهامي
بناني بصح شويه غادي يخرجوا سيناريوهات اخرى وغادي يخرجوا هومانيت، العصابه غادي تخرج اطراف اللي غادي تبدا تقسم باليمين عبر مجموعه من الفيديوهات كيحلفوا وكيعطيو لقلبهم بان التهمي بناني مات مقتول. فهنا مجموعه من الاشخاص اللي كيشتغلوا عندهم واللي مدفوعين الاجر، وهذا هو اللي كيفسر منين كيطلعوا في مجموعه من الفيديوهات كيقول لك بان يوتيوب ما كتخلصناش. فنحن نعلم جيدا شكون اللي مخلصينهم، وغادي يبدا يقول لك بان التهمي بناني راه كان كيدافع على واحد الصديقه ديالو وبالتالي مات مقتول. فقط كتزابي القناه اخرى ديال شي واحد كيشتغل معاهم كتلقى بان السبب او الدافع ديال القتل ديال التهمي بناني هو سبب اخر. الإخوة الكرام، إذا ما طرحت عليكم السؤال الآن، وسولتكم ما هو الهدف من كل هاد الأخبار اللي خرجت وشنو كان التأثير ديالها؟ أول حاجة التأثير ديالها أنها ربحت الوقت بزاف وضيعت الوقت بزاف، وتقدر تستنزف الطاقة لا ديال الجمهور المغربي ولا ديال السيدة حياة العالمي. السيدة حياة العالمي للأسف ملي غادي تسمع بأن الإبن ديالها في إسبانيا أولا في الخميسات أولا في أكادير أولا في تمارا، فهذا غادي يهزها، لأن هذا يتعلق بواحد الخبر كبير اللي كيخص الابن ديالها اللي 15 سنة وهي كتقلب عليه. فتخيلوا معايا الإحساس ديال الأمومة اللي كل مرة غادي تولي تسمع الابن ديالها في بلاصة. زيد على ذلك مني غادي يولي وكيروجوا المسألة ديال أنه مات مقتول، تعدوا عليه بطريقة أو بأخرى، كيفاش غادي يكون الإحساس والقلب ديال هاد السيدة وكيفاش غادي تقدر تنعس بالليل؟ هادشي ناهيك على الجمهور المغربي اللي كل مرة كيسمع أخبار اللي هي متضاربة. اللي كما قلنا لكم هاد الاخبار كيربحوا بها الوقت باش ان الاضواء ما تمشيش للفاعل الرئيسي والمجرم الحقيقي في هذا الملف. وثاني حاجه كيقوموا بتضليل السيده حياه العالمي في اخر المطاف، غادي تبقى حتى الاخر غادي تسلم امرها لله. وانا تكلمت معكم وقلت لكم بان 15 سنه قد مضت، واش حنايا مقبلين على 15 سنه اخرى؟ 15 سنه اللي انهكت القدرات لا الذهنيه ولا الجسديه ولا النفسيه ديال السيده حياه العالمي. فهنا السؤال كيتطرح، الى العصابه ربحت غير 5 سنين واحدة أخرى، والسيدة حياة العالمي في السن اللي وصلت له المتقدم وفي 15 سنة ديال التعب، واش غادي يكون عندها القدرة للاستمرار؟ وهنا الإخوة الكرام خدموا معايا عقلكم، غادي تفهموا ما هو الغرض من مجموعة من الأشخاص اللي كيتبناو القضية ديال التهمي. كيقول لك حنا كنتبناو هذه القضية وكندافعوا على التهمي بناني، ولكن مجموعة من الأخبار اللي كتخرج من عندهم هما النيت واللي ما كنستافدوا منها ولا شيء. لان اي معلومه ولا شي واحد يقول لنا بانه يبحث في القضيه ديال التهمي بناني، اذا هذه المعلومه ما وصلتناش الحقيقه ديال ماذا وقع على التهمي بناني فهي معلومه لا فائده منها. وهنا كنوليو كنشكو واش هذه هي عباره عن معلومه تضليليه. فحال مؤخرا ملي كنا سمعنا بان هذيك المساله ديال التموقع الجغرافي اللي قال لك بانه يتواجد بمدينه ازيلال، ياك يلاه البارح قلت بانه يتواجد بمدينه تمارا. السؤال، لو افترضنا جدلا سيدي بانه يتواجد في مدينه ازيلال، شنو استفدنا؟ واش هذه القضيه غادي توصلنا الحقيقه ديال ماذا وقع للتهمي؟ عاد زيد على ذلك، واش مدينه ازيلال هي بعيده؟ واش اليوم ازيلال بعيده على المغاربه؟ باش اننا نمشيو نتحقوا شكون اللي كاين تما، كيف ما طرحوا مجموعه من المشاهدين اللي كانوا اذكياء، قال لك اودي مادام هاد الناس هذو كيقولوا بانه في ازيلال نمشيو يتنقلوا ويشوفوا بشكل اللي هو مباشر شكون اللي كاين تما. عاد زيد على ذلك الاخوه الكرام لغبائهم، واش هذا اللي غادي يختطف؟ أولا إذا ما كان افترضنا عاوتاني مرة أخرى بأنه التهمي بناني بنفسه، واش غادي يخلي الهاتف ديالو شغال وخدام وكيقوم بالتعبئة ديالو؟ هذه لو افترضنا أنه هو صاحب الهاتف، ولو أننا افترضنا بالصح أن التهمي بناني كاين هو على قيد الحياة، العصابة اللي كتخسر الأموال ديالها الطائلة باش أنها تشري مجموعة من الأشخاص باش هكذا يندسوا داخل الشعب المغربي اللي حنا كنعرفوهم واللي كيخرجوا مخبين وجههم حتى وجههم ما كيبينوش، وكيقول لك الدكتور فلان والباحث فلان هو الهدف الاساسي ديالو هو تضليل الشعب المغربي، ايوا هاد العصابه تخرج لنا التهمي بناني وتفك الجره وتخرج دوك الناس اللي كاينين في الحبس. وانا حتى اذا ما طرحتوا عليا السؤال الاخوه الكرام غادي نقول لكم بان الحلقه الاضعف هي اللي تم اعتقالها وهي اللي كاينه داخل السجن في ظل غياب مجموعه من الادله اللي خصها تبين ماذا وقع للتهمي بناني. هادو كاينه امكانيه كبيره انهم كبش فداء الفاعل الحقيقي مازال خارج اسوار السجن، ولهذا كتفسر هذه المجهودات المبذوله الكبيره اللي كتخليهم يجريو ويجاريو هكذا باش يقوموا بالمساله ديال التضليل وترويج الاخبار الكاذبه تحت عنوان الدكتور والباحث، لان السلاح ما كاين حتى شي سلاح الاخوه الكرام باش هكذا غادي يواجهوا الشعب المغربي اللي كيدير واحد الحمله ديال التضامن مع التهمي بناني سوى الكذب والتضليل اللي غادي تستنزف مره اخرى طاقه ديال المشاهد المغربي. فامانة الاخوه الكرام غادي نزيد نعطيكم واحد الملاحظات باش تزيدوا تفهموا معايا شنو واقع. هاد الاشخاص اللي كتستغلهم العصابه اللي كيقوموا بالترويج عبر المواقع ديال اليوتيوب كتلقاهم لاول مره بانوا، ما عمرهم تكلموا على شي موضوع، دائما الهم ديالهم الاكبر هو التهمي بناني، وهنا يطرح
السؤال. احنا الاخوه الكرام ملي كنتكلموا حول مجموعه من المواضيع ديال الشعب المغربي، منها القضيه ديال ايوب الديش اللي تقتل في ظروف اللي هي مجهوله واللي الحقيقه مازال ما بانش الى حدود الساعه. كنتكلموا ايضا حول الملف ديال السويسري الاخوه الكرام اللي تم تسميمها من طرف رئيس جماعه سابق، واللي كنا تكلمنا حول القضايا الخطيره ديال بصح اللي داخله فيها مافيا ديال بصح. تكلمنا ايضا حول السيد اللي كان بغى يمشي حرق واللي العصابه اختطفته، واللي تكلمنا على الموضوع ديالو. بمعنى اللي بغيت نوصل لكم اننا نتكلم على مجموعه من المواضيع اللي كنضمنوا فيها مع مجموعه من افراد الشعب المغربي، بمعنى ما كاينش غير تامي بناني. ولكن الحاجه اللي كتميز هاد الاشخاص انهم يتكلمون حول مساله ديال تامي بناني بوحدو، زيد على ذلك انهم ما كيبينوش الوجهه ديالهم، والاكثر من ذلك انهم يتواجدون خارج ارض الوطن وينسقون مع اشخاص داخل ارض الوطن. ولحسن الحظ الاخوه الكرام بان هؤلاء ما عندهمش المشاهدات والمشاهدين ديالهم بالعشرات فقط، معدودين على رؤوس الاصابع. وهنا في النقطه اللي كتعاني فيها العصابه بواحد الشكل اللي هو كبير، وهؤلاء غادي يجي الساعه ديالهم فين غادي نوضحوا الحقيقه ديال كل شخص على حدة والأي جهة كيشتغل. الإخوة الكرام كل حاجة بوقتها، ولكن غادي نوصلوا لمجموعة من المعطيات الخطيرة. ولكن اللي كنطالب به السيدة حياة العالمي أنها تبقى متمسكة بالخبرة على الهواتف، وتبقى متمسكة بأن العمل ديال البحث القضائي، أو كطالب بالجهات المعنية أنها توصل لنتائج حقيقية في البحث ديال ماذا وقع، وتجاوبنا حول السؤال ماذا وقع التامي بناني. عزيز على ذلك القضية اللي هي مهمة، وهي إعادة تكيف القضية باش أنها تحول من قتل عمد إلى اختطاف واختفاء. والأهم من كل هادشي الإخوة الكرام وهو أن السيدة حياة العالمي تبقى مواكبة الإعلام والخراجات الإعلامية، باش هكا الشعب المغربي يبقى متتبع لهاد القضية. حنا كنشوفوها من حين لآخر ما كيبقى حد يتكلم عليها، وانا عن نفسي راكم شفتوا في واحد الوقت بقيت غير انا اللي كنتكلم فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اذا الاخوه الكرام نردوا بالنا ثم نردوا بالنا، راه العصابه ملي غادي تجي تتكلم معنا راه ما غاديش تقول لك السلام عليكم راني داير فيديو، راه انا العصابه كنتكلم معك، راه غادي تجيك بوجه المتضامن والباحث والدكتور وفلان 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 بانهم يبحثون عن الحقيقه. وانا سؤال واحد اللي غادي يبين لكم شنو كاين الاخوه الكرام، واش هادشي اللي كيوصلوا ليه واش وصلنا لشي نتائج فعليه، يعني تبين لنا شنو وقع لتامي بناني، او غير الكلام والتضليل من اجل ربح الوقت. وحنا كنقول لكم حنا متبعين هذه القضيه ونتكلم من داخل المغرب، ماشي بحال بعض الاشخاص حتى وجههم ما قادرينش يبينوا. هنا يطرح السؤال علاش مادام انك انت كدير واحد الفعل ديال الخير تضحي بحياتك كاع، حنا راه كنتكلموا على هذا الموضوع ما خايفينش ونتواجد في المغرب. اذا انت اللي ضرق وجهك وكتكلم خلف الكاميرا فقط وكتعطي مجموعه من الالقاب الرنانه لراسك، هنا يطرح فيك السؤال. هنا الاخوه الكرام باش نفهموا اكثر غادي نتكلموا حول واحد الواقعه اللي وقعت خلال هاد 24 ساعه، وهنا كيتعلق الامر بواحد الدكتور اللي كانت في السابق عنده واحد الشعبيه اللي هي كبيره، واللي كان محبوب عند المغاربه، ويا ويلك انك تتكلم عليه او لا انك تنتقده. هاد الطبيب هذا او لا هاد الدكتور اللي كان دكتور ديال الجراحه التجميليه بشكل هو عام، واللي كان كيتسمى الدكتور ديال الشعب، فيما شي وحده كانت كتخسر على السوشيال ميديا يعني كتجرح او لا شيء من هذا، كتكون عندها شي سيكاتريس اللي صعيبه، كتمشي تشوف التيفي كتصور معها وشويه كتقول لك دخول الدكتور تازي على الخط لانقاذ فلانه وفلانه ودكتور الشعب، وكتبدا واحد السلسله ديال البطوله لا نهايه لها. هاد الشخص الاخوه الكرام كان كيخرج بواحد العباءه لانه يتضامن. انا باش كنقول لكم راه العصابات راه كتجينا بالمقلوب، راه ما عمرها كتجيك بالوجه المكشوف وبالوجه ديالها الحقيقي، كتجيك بعباية أنها متضامنة مع الشعب وكتعاون الشعب، لدرجة هاد الدكتورة الإخوة الكرام كان دائما كيخرج في خرجات إعلامية وهز في يديه التسبيح. يعني أنت إذا ما مشيتي عنده العيادة ديالو وكتشوف بأن هاد السيد متدين والتسبيح ما كيحيدش من يدو، ودائما مجموعة من الخرجات الإعلامية اللي كيصايب مجموعة من العمليات الجراحية لولاد الشعب بالمجان، مستحيل أنك تشك فيه. وبالتالي غادي تبين مؤخرا بانه متورط في عصابه اجراميه اللي كتزور مجموعه من الفواتير، بل والاكثر من ذلك انه يتلاعب في المسائل ديال الضمان الاجتماعي اللي كيشفر عن طريق هاد الفواتير المزوره، وكيزيد في القيمه ديالها بطريقه اللي هي مبالغه اللي كتخليه في اخر المطاف انه يقوم بسرقه ابناء الشعب. انا باش كنقول لكم راه هذاك اللي كيقول لكم بانه معكم ردوا البال، راه يقدر يكون ضدكم في اي لحظه من اللحظات. غادي تبين بان السيد متورط في عصابه اللي هي اجراميه كما قلت لكم اللي كتتعلق بالاتجار بالبشر، يعني كان كيشد مجموعه من الاشخاص وكيصور بهم مجموعه من اللايفات والفيديوهات اللي كيسعى بهم، واللي كيجيو المحسنين وكيحطوا الفلوس الصحيحه، واللي هو كيستغل الصوره ديالهم وكيتلاعب في الفواتير فيما بعد، والسيد ما قانعش وداير ما بغى في الفقراء، الشيء اللي غادي يخلي ان مجموعه من الضحايا دابا حاليا كيخرجوا من بعد ما تشد
واللي كيقولوا بان هاد السداده ما وفاش معانا بداكشي اللي كان كيصورنا وباع الوجه ديالنا للناس بدون الموافقه ديالنا. هاد السيده الاخوه الكرام اللي كان دائما التسبيح ما كيحيدش من يدو تبين بانه متورط هو والزوجه ديالو اللي سيتم متابعه ديالهم في حاله اعتقال. ومني غادي تشد الزوجه ديالو غادي تبدا الظهر بان السيده حمقى، يعني مني غادي تمشي عند الفرقه الوطنيه غادي تبدا تدير فيها بانها مصابه بالحمق وبان عندها مرض نفسي هكذا باش ما تكونش عليها المتابعه القضائيه. ارانا واش هاد الناس هادو بهاد المظاهر اللي كيديروا بهاد الشعارات الرنانه واش ممكن يخدعوا اي واحد؟ غادي نقول لكم نعم. انا كنت من بين الضحايا ديال هاد الشخص الاخوه الكرام، كنت كنشوفو عبر الموقع ديال شوف تي في كيخرج كندير الخير كندير مجموعه من الاشياء، انا براسي كنت كنتيقو كنقول دابا لحسن الحظ اننا في المغرب فيما كتخسر شي بنت اولا كتكريسا شي بنت وكتخسر موجها، على الاقل عندنا واحد الدكتور اللي كينقد الموقف وكيساعد الناس بالمجان. وفي واحد الليله من الليالي الاخوه الكرام غادي تتصل بيا واحد السيده اللي كتبكي وقطعت لي القلب ديالي في ديك الليله. وما نكذبش عليكم انا ملي كيجيني شي واحد في شي حاله اللي هي صعيبه من الجانب الانساني ديالي كنحاول نبذل المجهود ديالي الكامل باش انني نقدم له يد المساعده. فالسيده كتبكي عليا وكتقول لي بان البنت ديالها تكريسات وضربها واحد الشخص بجاجه وحل ليها الوجه ديالها وصيفطات لي الصور ان البنت ديالها عامره بالدم بانها ما زالت الى حدود الساعه ما تخيطات ما والو. وقالت لي كنطلب منك بحكم انك انت معروف ومشهور وربما يقدر يسمع لك الدكتور تازي تواصل معاه وربما قول له بان كاين هذه الحاله وجي صور معنا لانه هو يرغب ان الاعمال الخيريه ديالو تصور وهكذا يدير لنا العمليه ان الحاله ديالنا هي ضعيفه. فانا غادي نشد الهاتف مباشره باش انني نساعد هذه السيده كما قلت لكم اللي ما جانيش النعاس ان هذه السيده دي خصني نلقى لها الحل. اتصلت بالسي الدكتور تازي جاوبتني الكاتبه ديالو قلت لها شنو كاين؟ قالت لي انا نقول للدكتور تازي. ردوا عليا عبر الهاتف فيما بعد قال لك ما غادي يكون الا الخير. انا مشيت عند السيده عطيتها الرقم قلت لها صافي راه الامور ديالك تمام هانتي تواصلي مع السيد وسيري عنده راه الامور ديالك حاله خير وبخير. وغادي نتفاجئ بانهم غادي يواجهوها بان مادام ان القضيه ديالك ليست بقضيه راي عام وبان القضيه ديالك ما معروفاش عند المغاربه فضروري خصك تادي الفلوس باش اننا نقوموا بانجاز العمليه. فهنايا الاخوه الكرام الصدمه كانت كبيره وتحولت ديك الصوره ديال السيد اللي كنشد عليه في عقلي بانه فاعل خير ومجموعه من الاشياء باش نصيفط لك انا السيده في قمه الازمه والمعاناه وانت لاباس عليك وما خصك خير وهو تشد وخلى من موراه مجموعه من العقارات والاملاك اللي كتقدر القيمه ديالها بالملايير. في اخر المطاف شابه مسكينه محلوله وجهها تقول لها بان القضيه ديالك ماشي قضيه راي عام. وباش نشوفوا الاخبار شنو كتقول قال لك وجاء اعتقال هؤلاء المعنيين بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء متابعه المتهمين وعلى راسهم الجراح الشهير بلقب طبيب الفقراء بتهمه الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجه باستدراج اشخاص واستغلال حاله ضعفهم وهشاشتهم مشكلين بذلك عصابه اجراميه تستهدف جمع مبالغ ماليه من متبرعين تحت غطاء تسويه تكاليف طبيه لاستشفاء مرضى منتميين الى اسر معوزه على ان يتم تقديم العلاج لهم بالمصحه التي يعمل بها اغلبيه المتابعين. وكان بلاغ للمديريه العامه للامن الوطني قد سجل امس الاحد انه يتم الرفع من قيمه التكاليف الطبيه من طرف بعض المتهمين بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ ماليه مهمه اللي هي من فلوس الشعب كما قلت لكم. ويضيف الخبر وذكرت المديريه العامه للامن الوطني ان الابحاث والتحريات المكثفه التي بشرتها مصالح الامن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسيه وهي زوجه الدكتور المتورطه في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين. هنا الإخوة الكرام شنو هي العبرة والحكمة من هذا اللي وقع؟ لأنه مزيان جاء بالتوازي مع هذه الحلقة اللي درنا وهي أن بعض الناس اللي كيجيونا باسم طبيب الفقراء بأنه المتضامن مع الشعب ردوا البال منه. رحنا إذا ما تكلمنا على القضية ديال التامي بناني رحنا كنتكلموا حول مجموعة من القضايا اللي كنعاونوا فيها ولاد الشعب. راه كاين القضية ديال أيوب الديش، كاين السيد اللي بغى أنه يحرق واختطفته العصابة وإلى حدود هذه الساعة مازال ما معروفش شنو وقع له. القضية ديال أيوب الديش اللي مات مغدور وإلى حدود هذه الساعة الحقيقة مازالت مجهولة. السويسرية اللي تم التصميم ديالها من طرف رئيس الجماعة والتلاعبات الكبيرة اللي وقعت، حنا ماشي عاد جينا اليوم باش نتكلموا في التامي بناني. اما الناس اللي يلاه جاوا اليوم وبقوا مركزين فقط مع هذا الموضوع واللي ما كيبينوش وجههم واللي كيقول لك بان يوتيوب ما كيخلصهمش، هاد الناس خصهم يقولوا لنا شكون اللي كيخلصهم ولاي جهه يشتغلون
وماذا استفدنا من مجموعة من المعلومات اللي كانوا كيخرجوها في السابق؟ كل مرة يقول لك هو في بلاصة، شنو استفدنا في إطار أنكم باحثين ودكاترة؟ راه المغاربة أذكياء وراه كيطرحوا السؤال، وراه قدر ما انتم بديتوا كتخرجوا في المعلومات وهما ما استفدوا والو، راه واحد النهار غادي يطرحوا السؤال وغادي يقول لك أجي. هاد الناس هادو اللي كل مرة كيخرجوا واش عاونوا في شي حاجة؟ واش وصلوا لشي نتيجة؟ واش فادوا السيدة حياة العالم في شي حاجة؟ حنا إذا ما خرجنا الإعلام الإخوة الكرام وكنا كنتكلموا حول هذه القضية باش نخليوها محط اهتمام ديال الرأي العام، والرأي العام دائما يبقى كيطالب الجهات المعنية أنها دير الخبرة على الهواتف، إعادة تكييف القضية، وأنها تضمن مع السيدة حياة العالم مرة أخرى باش يتم الإجابة على السؤال العريض ماذا وقع لتامي بناني. أما الحلقة الضعيفة اللي كاينة داخل السجن فهذه الحلقة لا تهم، لأننا كلنا المغاربة كنآمنوا بأن الفاعل الرئيسي مازال ما وصلش للسجن. الإخوة الكرام لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق، لايك، تخليونا التعليقات ديالكم، ما رأيكم في هذه الحلقة، ونتلقوا في حلقة مقبلة وفي مفاجآت مقبلة إن شاء الله.